خلال مؤتمر صحفي من ميناء الأسكندرية، رئيس الوزراء يعلن أن الدولة قادرة على تدبير العملة الحرة للإفراج عن البضائع وتوفير السلع، ويؤكد أن المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة. مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة. استئناف محادثات الهدنة بشأن غزة الأسبوع المقبل، وحماس تتهم إسرائيل بالإصرار على رفض وقف العدوان وعودة النازحين. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه يتم حاليا الإفراج عن كميات هائلة من الشحنات والسلع الأساسية في الموانئ المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي مؤتمر صحفي بميناء الأسكندرية عقب الإشراف على الإفراج عن عدد من البضائع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن خطوات الحكومة الأخيرة والبنك المركزي كانت ضرورية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. خطوات اللي قامت بها الدولة المصرية أمس كإجراءات اقتصادية ما بين الحكومة والبنك المركزي، دي خطوات كانت مهمة جدا 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 للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري. وحضراتكم جميعا كلنا كنا متابعين وعارفين كويس قوي الأزمة الخانقة الاقتصادية اللي كانت بتمر بيها مصر على مدار أكتر من سنة ونص بسبب الظروف العالمية الكبيرة اللي حصلت، وأيضا العديد من المشاكل والتحديات اللي كانت بتواجهها الدولة. لكن أعتقد النهاردة بالخطوات اللي قامت بيها الدولة، واللي أهم كان نقطة فيها وكنا كلنا مقتنعين بيها، هو توحيد سعر الصرف، وكانت دي نقطة شديدة الأهمية الدولة المصرية كانت بتشتغل عليها. وهنا لما بتكلم على الدولة بتكلم على الحكومة والبنك المركزي على مدار الأسابيع والشهور الماضية. كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة كانت في احتياج لتدبير سيولة نقدية لتوحيد سعر الصرف، وأشار إلى أن الدولة كانت تعمل خلال الفترة الماضية من أجل حل أزمة توفير العملة الصعبة. الدولة كانت محتاجة أنها تدبر سيولة مالية كبيرة عشان تتعامل مع التراكم المتأخرات اللي كانت موجودة، وإن إزاي نضمن من خلال السيولة اللي موجودة نعمل توحيد لسعر الصرف. اي اقتصاد في العالم ما ينفعش ان هو يشتغل على سعرين للصرف او سعرين للعملة، ولان للأسف مع طول امد المشكلة ابتدت تتكون لدينا قناعة كمواطن وكتاجر وكصانع ان الدولار ما اصبحش يعني مجرد وسيلة ان انا ادبر بها العملة، ده هو نفسه اصبح سلعة ويتم المتاجرة بيها. واحنا كنا عارفين ان دي كانت مشكلة كبيرة جدا وكنا شغالين عليها زي ما بقول لحضراتكم. النهاردة الحمد لله بالاجراءات اللي تمت من خلال توفير سيولة كبيرة جدا للدولة المصرية، من خلال الاجراءات اللي تمت ما بين الحكومة والبنك المركزي امس واعلن عنها المحافظ بمنتهى الوضوح في مؤتمره الصحفي امس، الدولة المصرية النهاردة لدينا الاطمئنان والثقة، وانا بكررها، لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملات أو العملة المحل الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة كلها. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمارات الضخمة في الفترة الأخيرة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بإجمالية قيمته 9.2 مليار دولار فضلا عن صفقة رأس الحكمة ب 35 مليار دولار تضمن أن عددا من شركاء التنمية الآخرين سيضخون أموالا لمساعدة ودعم مصر خلال الفترة القليلة القادمة. الاتفاق اللي تم الإعلان عنه مع صندوق النقد الدولي أمس اللي هي بباكج حضراتكم سمعتوها 8+1.2، يعني بإجمالي 9.2 مليار، غير الصفقة الحمد لله اللي تمت قبلها ب 35 مليار، غير ان يعني توقيع الاتفاق اللي مع الصندوق بيضمن لنا ايضا ان عدد من شركاء التنمية الاخرين زي البنك الدولي ومؤسسات دولية اخرى والاتحاد الاوروبي هيحطوا ايضا مبالغ لمساعدة ودعم مصر في خلال الفترة القليلة جدا القادمة، وحيتم الاعلان عنها.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، وأن الدولة منفتحة وتخطط لصفقات كبيرة خلال الفترة القادمة من أجل تدبير السيولة النقدية التي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة المتعلقة بالعملة الصعبة. تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مستمر، والدولة منفتحة وبتشتغل وبتخطط لصفقات كبيرة أخرى إن شاء الله للفترة الجاية. كل ده علشان ندبر السيولة المادية اللي تضمن بصورة نهائية القضاء على الأزمة الخانقة اللي كنا بنعاني منها في موضوع العملة الصعبة، ونضمن توافر هذه العملات من خلال الاستثمار، ومن خلال أيضا التصرف في الأصول وحسن استغلال الأصول المملوكة للدولة. كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الشغل الشاغل للدولة خلال المرحلة المقبلة هي الرقابة على التجار من أجل ضبط الأسعار وضمان أنها تعكس السعر الحقيقي للسلع، مشيرا إلى أن أولويات الحكومة لتدبير العملة هي السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة. شغلنا الشاغل مع التجار المرحلة الجاية إزاي ضبط الأسعار، وإن الأسعار تكون بتعكس بقى السعر الحقيقي والواقعي للسلع. وهنا أنا دي بتكلم وبوجه رسالة لكل تجار مصر، إن في إطار اللي احنا بنعمله وإدارة تدبير العملة، والدولة المصرية والبنك المركزي هيبقى ملتزم بتدبير العملة ليه. وهنا بقى أنا بأكد بقى على نقطة أخرى مهمة جدا، الأولوية للدولة المصرية في مجموعة حاجات رئيسية. إيه هي؟ السلع الغذائية بكل مشتقاتها، الأدوية، العلف، المنتجات البترولية، والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة. وتنفيذا للتوجيهات الرئاسية، تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ميناء الأسكندرية لمتابعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ. ووجه مدبولي بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق وإحداث توازن الأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. هذا وأشار مدبولي إلى أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج، حيث أعلنت مصلحة الجمارك الإفراج عن بضائع بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على تطوير جميع الموانئ المصرية، ذلك لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وخلال تفقده لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية. أكد مدبولي أن الدور الرئيس لعملية تطوير الموانئ يهدف لتعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية. واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح عن ما حققه مشروع محطة تحيا مصر للتغلب عن تكدس البضائع بالميناء، ذلك من خلال تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات لتقليل زمن مكوث الحاويات وخطوات ربط المحطة بالشبكة القومية لسكك حديد مصر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في دعم تعميق التصنيع المحلي لتقديم منتج عالي الجودة ومنافس قوي للمنتج العالمي، مما يسهم في الوصول إلى المستويات المستهدفة للصادرات المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل. وخلال جولة تفقدية لمصنع شركة مصر الحرير الصناعي وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار، أكد مدبولي أن الحكومة وضعت خطة لتطوير صناعة الغزل والنسيج وشرعت في تنفيذها. هذا وأشار مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة أن تغطي الصناعة الاحتياجات المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها دوما دعم الصناعة بكل طاقة ممكنة وتشجيع إنشاء عدد من المصانع لتغطية احتياجات السوق المحلية. وللمزيد بشأن جولة رئيس مجلس الوزراء وبدء إجراءات الإفراج عن الشحنات في الموانئ يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. هنا من ميناء الإسكندرية كان اليوم الأول للإفراج عن عدد كبير من البضائع، وأيضا ليس فقط من ميناء الإسكندرية ولكن أيضا من عدد ثلاث موانئ أخريات تم بالطبع تخريج منهم عدد كبير من البضائع. هذا بعد القرارات الأخيرة والمجهودات الأخيرة للدولة فيما يخص توحيد سعر الصرف، أنه من يعني عملوا على ألا يوجد سوق موازية، القضاء على السوق السوداء، وكان هذا عن طريق تحرير الصرف بالأمس. وبالطبع هذه هي النقطة الأولى التي تم البناء عليها، البناء عليها باستخراج هذه البضائع مما سيوفر عدد كبير من السلع داخل الأسواق المصرية. النقطة الأخرى هي توفير سعر الدولار وتوفير الدولار في البنوك الرئيسية والبنك المركزي، مما سيساعد التجار على بالطبع الاستيراد الخاص بالسلع الأساسية. هنا تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن السلع الأساسية، السلع الأساسية نتحدث عن سلع غذائية بجميع مشتملاتها، نتحدث عن الأدوية، نتحدث عن أيضا الأعلاف، نتحدث عن هذه السلع ستكون لها الأولوية في الحصول على مصادر الدولارية من داخل البنك المركزي أو البنوك المختلفة. أما السلع الاستهلاكية كما ذكرها الدكتور مصطفى مدبولي ستتذيل القائمة. هذه رسالة. الرسالة الأخرى أيضا كانت للتجار بالعمل على تغيير استيراد السلع الاستهلاكية إلى سلع أساسية وهامة للمواطن المصري، مما سيساعدهم أيضا على توفير الدولار، وأيضا سيساعدهم أيضا حزمة الاستثمارات المختلفة والحوافز الاستثمارية المختلفة التي وفرتها يعني الدولة خلال الفترة الماضية للتجار بشكل عام وللمستثمرين للاستثمار في المواد الأساسية والتصنيع الأساسي داخل جمهورية مصر العربية. والآن عودة إليكم مرة أخرى. وللمزيد ينضم إلينا دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. تأكيد مستمر من الدولة بضرورة القضاء على السوق الموازي للعملة من خلال توفيرها وإتاحتها، كيف تقيم إجراءات الدولة سواء بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو بجذب الاستثمارات؟ مساء الخير أولا لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. طبعا شفنا قرارات متلاحقة للحكومة، بدأت بقرار البنك المركزي بالأمس بتحرير سعر الصرف وزيادة سعر الفائدة، والنهاردة شفنا مؤتمر سيد رئيس الوزراء الخاص بالإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، كان هو في ميناء الإسكندرية وثلاث موانئ أخرى كان يتم الإفراج. ليها دلائل ومؤشرات كبيرة جدا ومدلولات على الاقتصاد. نمرة واحد، أن تحرير سعر الصرف أدى إلى زي ما شفنا في الأمس أن أدى إلى وجود سعر موحد للدولار، القضاء أو الحد
من السيطرة اللي كانت عاملاها السوق السوداء على التحكم في سعر العملة. الضرب بيد من حديد على من تسوي له نفسه أنه هو يضر بمصالح المواطنين على لحساب مصلحة شخصية أو منافع لطبقة معينة أو أفراد معينين. بالإضافة إلى أن هذا يؤدي إلى يعني استقرار الأسعار، كبح معدلات التضخم واستقرار الأسعار، لأنه كان مع زيادات الدولار في السوق السوداء وأيضا عدم وفرة الدولار فكان بيبقى فيه زيادات دائمة. الآن الدولة حررت سعر الصرف وبالتالي هناك وفرة في الدولار للمستوردين، والنهاردة المؤتمر بتاع السيد رئيس الوزراء الخاص بالإفراج عن البضائع والسلع اللي كانت في الموانئ ده كمان يخلي هناك فائض في ما يسمى الإنتاج، وبالتالي يحدث استقرار في الأسعار. الاتجاه للتصدير كما أشار رئيس الوزراء أيضا نقطة هامة جدا للاقتصاد المصري، لأن وجود صناعة مصرية قادرة على الوفاء بالاحتياجات المحلية والاتجاه إلى الأسواق العالمية ده يؤدي إلى مزيد من تحسين مستوى معيشة المواطنين، زيادة دخول الأفراد، التوسع في مشروعات صناعية بجانب المشروعات أو أنواع المشروعات الأخرى، قدوم الاستثمارات الأجنبية المحلية إلى الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة بهذا الحجم مؤشر لمدى ثقة رؤوس الأموال الأجنبية في الاستثمار في مصر. وبالتالي شهدنا اليوم الإفراج عن هذه البضائع، أعتقد أنه في الفترة القادمة هناك مزيد من الاتجاه إلى التصنيع، الصناعة هي القاطرة الحقيقية. وأعتقد أن بالأمس يمكن حديث محافظ البنك المركزي عن أن التضخم هو أكبر كارثة لأي اقتصاد، وبتحرير سعر الصرف احنا بنحاول نقضي على التضخم بأي شكل من الأشكال، يعني فشايف حضرتك أن القضاء على التضخم الفترة اللي جاية هو هدف للدولة؟ بدون شك، لأن التضخم هو آفة التنمية، آفة النمو الاقتصادي. التضخم بيؤدي لانخفاض القوة الشرائية للنقود، أيضا يؤدي إلى تآكل الثروات وانخفاض قيمة الأموال، وبالتالي الدولة المصرية بتتجه إلى كبح معدلات التضخم. التضخم في جزء منه مستورد، بمعنى أن التضخم موجة عالمية بتشهد دول كثيرة ودول متقدمة اقتصاديا موجات كبيرة من التضخم في هذه الفترة لأسباب زي ما احنا عارفينها كلنا، الحروب الدائرة سواء في روسيا وأوكرانيا، سواء في الاحتلال الإسرائيلي ويعني الحرب الدائرة في غزة، أيضا ما يتعلق بمشكلة ألا وهي عدم وجود ما يسمى بالاستقرار في الأسعار العالمية، حتى أسعار السلع والمواد الغذائية عالميا بترتفع، أسعار الطاقة بترتفع، وبالتالي ده بينعكس على كل دول العالم ومصر جزء من العالم. عودة إلى ما تفضلتي بسيادتك فيما يتعلق بدور الدولة في السيطرة على التضخم وكبح جناحه، فعلا الدولة المصرية من خلال أدوات السياسة المالية وأدوات السياسة النقدية الدولة بكل تقدير لها يعني بتساعد بكل شكل أنها يعني تزيل العبء عن المواطن المصري وكاهل المواطن المصري، وسيشعر بهذا التحسن في الأيام القادمة بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. وقد اتخذت الدولة المصرية عددا من الإجراءات لتسهيل عملية الإفراج عن البضائع بالموانئ منذ العام الماضي، وتصب هذه الإجراءات في نهاية المطاف في صالح المواطن عبر الإسهام في توفير السلع بالأسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار. We'll be right back.
أكد تقرير لمعهد التمويل الدولي أن صفقة الاستثمار السياحي التي وقعتها الحكومة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة تمثل أكبر تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر. وأضاف التقرير أن صفقة رأس الحكمة ستساهم في زيادة تعزيز الأصول الاحتياطية لمصر، مما يؤدي إلى تقليل صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، وأن التدفق الكبير للعملة الصعبة سيشكل طريقا لمصر في الإصلاح من أجل استدامة طويلة الأجل. أوصى بنك جي بي مورغان بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام، كما توقع البنك أن تتراجع معدلات التضخم في وقت لاحق من العام، ما يفسح المجال لخفض أسعار الفائدة. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمصرية نحو البيع. وربح سوق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 93 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.124 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 18.9 مليار جنيه. تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.3 مليار جنيه. أنبأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، ذلك تزامنا مع احتفالات مصر بيوم الشهيد. أناب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد، والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في 9 مارس عام 1969. وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجند المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله تعالى أن يعيد على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. هذا وعبر رئيس مجلس النواب عن ثقته في قدرة الدولة على تخطي كل الصعاب تحت قيادة الرئيس السيسي وتحقيق مستقبل أفضل يكفل حياة كريمة آمنة لنا وللأجيال القادمة. كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وجدد رئيس مجلس الشيوخ تأكيده على وقوف الشعب المصري خلف قيادته لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات التي تحققت على أرض مصر.
كما هنى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. وبعث رئيس مجلس الوزراء أيضا ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. هذا وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة المباركة على الشعب المصري، متمنيا دوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان. وخلال البرقية قال وزير الداخلية إن رجال الشرطة سيبذلون المزيد من العطاء والتضحية تحت القيادة السياسية الحكيمة في سبيل رفعة وازدهار الوطن الغالي ورخائه. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس الشيوخ للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة بهذه المناسبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وبرقية تهنئة للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر. كما بعث ببرقية تهنئة لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة. وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة أيضا للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام. أهلا بكم من جديد، ونستكمل نشرة الثالثة ونتحول إلى ملف الأوضاع في قطاع غزة ومساعي توصيل المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمشاركة في دعم كافة الجهود الرامية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، تشارك عناصر من القوات الجوية المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات على غزة، وذلك بالتعاون مع نظيراتها من الأردن والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا وبلجيكا. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمشاركة في دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتوفير الاحتياجات الإنسانية والمعونات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة بقطاع غزة، تشارك عناصر من القوات الجوية المصرية في التحالف الدولي لإسقاط المساعدات على غزة من المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع نظيراتها من القوات الجوية الأردنية والأمريكية والفرنسية والهولندية والبلجيكية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة. يأتي ذلك تزامنا مع إقلاع عدد من طائرات النقل العسكرية المصرية والإماراتية من مطار العريش ضمن الجسر الجوي الممتد على مدار الأيام الماضية.
لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لمئات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة شمال قطاع غزة لتعويض النقص الحاد في الغذاء والدواء جراء استمرار الأزمة الراهنة. وذلك انطلاقا من الجهود الداعمة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. تواصل مصر جهودها المستمرة على مستوى المساعدات الإنسانية والغذائية المتجهة لقطاع غزة، سواء عن طريق معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة أو على مستوى المساعدات التي تقدمها مصر عن طريق الإسقاط الجوي في شمال قطاع غزة. مزيدا من التفاصيل يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمد عبد الصبور. مساء الخير زملائي، تحياتي مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان. الجهود المصرية مستمرة ومكثفة على مدار 24 ساعة، وتتنوع وتتعدد هذه الجهود في واقع الأمر. فلو تحدثنا عن معبر رفح الحدودي ومن حيث آخر عدد أو آخر تحديث، نتحدث عن مرور 174 شاحنة محملة بمختلف المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية عبر معبر رفح الحدودي، وتحديدا من معبر كرم أبو سالم نتحدث عن 68 شاحنة مرت عبر منفذ العوجة، من بينها 5 شاحنات للعجول الحية، بالإضافة إلى مرور 4 شاحنات للغاز من معبر رفح الحدودي. يأتي هذا كله طبعا وسط استقبال المعبر لعدد من الجرحى والمصابين، وجاري توزيعهم على مختلف المستشفيات وفقا لحالتهم الصحية، بالإضافة أيضا لاستقبال المعبر على مدار اليوم لعدد من مزدوجي الجنسية وأصحاب الإقامات المختلفة. بنتحدث أيضا بالتزامن مع هذه الجهود، هناك أيضا جهود على مستوى مساكن السبيل ومركز السبيل الذي خصصته محافظة شمال سيناء لتقديم كافة خدماتها للعالقين وللجرحى والمصابين الفلسطينيين على مدار اليوم. أيضا بنتحدث عن الجهود التي تقدم من خلال مركز خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام أيضا للجرحى والمصابين ومرافقين، من حيث إعداد الوجبات الجاهزة لهم وكافة مستلزمات المعيشة. يأتي هذا بالتزامن مع إنشاء مطبخ ضخم في منطقة الشيخ زويد، وذلك لمد أهالي قطاع غزة تحديدا النازحين داخل رفح ومخيمات التي أقامتها مصر في منطقة جنوب غرب خان يونس، بما يقرب من 21,000 وجبة يوميا، وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك. كل هذه الجهود تتزامن مع زيارة أيضا من جانب وفد بريطاني مكون من مجلس العموم البريطاني، تحديدا لجنة العلاقات الخارجية والسفير البريطاني في القاهرة. كل هذه الزيارات تأتي طبعا في إطار يعني الاطلاع على حجم المساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر، وحيث بدأ الوفد بزيارة لمستشفى العريش العام للإطمئنان على الجرحى والمصابين، ثم بعد ذلك توجه هذا الوفد البريطاني إلى المركز اللوجستي، كما التقى بعدد من منسقي الشؤون الإنسانية والإغاثية التابعين للأمم المتحدة. كل هذه الزيارات تأتي طبعا في إطار الضغط على إسرائيل لدخول المساعدات والمطالبة بوقف واستدامة وقف إطلاق النار، ومن ثم أيضا الحفاظ على المدنيين وعدم استهداف القطاع الصحي واستهداف المدنيين داخل قطاع غزة. إليكم زملائي في الاستوديو. أعلنت وكالة رويترز أن وفد حركة حماس قد غادر القاهرة، بينما تستمر محادثات وقف إطلاق النار في غزة لحين التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. وأضافت الوكالة أن وفد حماس غادر القاهرة للتشاور مع قيادة الحركة مع استمرار مفاوضات والجهود لوقف العدوان وعودة النازحين وإدخال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني.
أعلنت السلطات الصحية في غزة ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر جديدة في القطاع، راح ضحيتها 83 شهيدا و142 إصابة خلال 24 ساعة. وأضافت الوزارة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع قد ارتفعت إلى 30,800 شهيد و72,298 مصابا منذ 7 أكتوبر. أعلنت مصادر في قطاع الدفاع المدني الفلسطيني وصحفيون عن استشهاد 35 فلسطيني في قصف الاحتلال لمنازل المواطنين في منطقة الحسينة غرب مخيم النصيرات والبركة في مدينة دير البلح. وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب غزة. وأشارت نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى أن منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين في سياق جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي أدى لارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 127 صحفيا منذ 7 أكتوبر. أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن تسلم جثامين 47 شهيدا عبر معبر كرم أبو سالم كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي سرقتها من المستشفيات والمقابر خلال اقتحامها مناطق مختلفة من قطاع غزة. وأضافت المصادر أن تم تحويل جثامين الشهداء والتي كان بعضها متحللا للشهداء مجهول الهوية إلى مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جنوب قطاع غزة تمهيدا للدفن. هذا وأشارت المصادر أنه بمعاينة بعض الجثامين أظهرت سرقة بعض الأعضاء منها. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع قد ارتفعت إلى 20 شهيدا. وأوضحت السلطات الصحية في غزة أن المجاعة في شمال غزة وصلت لمستويات قاتلة وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين، كما أن المجاعة ستتعمق وستحصد آلاف المواطنين إذا لم يتم وقف العدوان ودخول فوري للمساعدات الإنسانية والطبية. جوعى وعطشى نازحين من مساكنهم بحثا عن ملاذ آمن، هكذا ترى الفلسطينيين في طوابير طويلة ينتظرون المساعدات، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية باغتتهم بالقصف وإطلاق النار. المتاهة هذه، عدم إيجاد ضوابط في توزيع المساعدات هذه، هذه مسؤولية المجتمع الدولي كله اللي وصلوا الناس اللي تعمل في حالها المنظر هذا. المقاطير دعست على الناس، الكبابات دعست على الناس، القذائف نزلت في وسط الناس، الرشاشات وإطلاق النار فوق رؤوس الناس، هذا يرضي مين؟ إذا في حدا معنى إنه يوصل الشعب الفلسطيني للمرحلة هذه عشان ينسوا قضيتهم ويرتوه في لقمة العيش وفي الخبز. النازحون الباحثون عن لقمة خبز يعودون إما مصابين أو فاقدين لذويهم أو شهداء، ورغم ذلك ركضت حشود من الرجال في شوارع مدينة غزة التي تعج بالحطام وسط الحرائق وإطلاق النار على أمل الوصول إلى قافلة مساعدات نادرة، معرضين حياتهم للخطر من أجل الحصول على الغذاء لأسر تتضور جوعاً. كل الجموع هذه جاي الجوع اللي جابها، بيوتنا فيش فيها أكل، فيش في عندنا خبز، الشمال حالة مأساوية على الآخر، على آخر درجة أقصى، يعني بمعنى الكلمة مجاعة في شمال غزة، الكل يتضور جوعا. تضور الأسر والأطفال جوعا في شمال القطاع المحاصر دفع الفلسطينيين للنزوح مع شبح المجاعة التي تلوح في أفق غزة بعد مرور 5 أشهر على شن إسرائيل حربها على غزة. لكن هلقيته واحنا بنستنى قاعدين في المساعدات، ليش بطخوا علينا؟ ليش بضربوا قذائف علينا؟ مين احنا؟ احنا قاعدين نستنى للطحين ناكل، ايش اللي بمرقوهن؟ ايش الخمس مقاطير ولا اربع مقاطير؟ بسوون الشيشي ولا واحد بيستفيد 1% ولا 2%. عملية تسليم المساعدات في القطاع انهارت
ولم يعد يصل إليه سوى القليل من المواد الغذائية اللازمة مع وصول كميات ضئيلة للغاية إلى المناطق الشمالية حيث يستشهد الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف. الأمم المتحدة من جانبها نددت مرارا من عدم القدرة على الدخول إلى القطاع، محملة إسرائيل مسؤولية عدم تسهيل إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر. أعلنت الأمم المتحدة عزمها دراسة استخدام طريق عسكري إسرائيلي متاخم لقطاع غزة لتوصيل المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل في شمال القطاع. وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيمي ماكجدلورك إن المنطقة تضغط على إسرائيل منذ أسابيع لاستخدام طريقا على السياج الحدودي مع غزة. وأشار المسؤول الأممي إلى أنه منذ حادث مجزرة شارع الرشيد في غزة أدركت إسرائيل بوضوح مدى صعوبة تقديم المساعدة. دعا رئيس الوزراء السويدي إلى عقد اجتماع مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الإسرائيلية، ذلك لبحث الحاجة الملحة لتحسين آليات وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقد انهارت عملية تسليم المساعدات في القطاع الفلسطيني ولا يدخل سوى جزء صغير من المواد الغذائية اللازمة ولا يصل إلى القليل إلا المناطق الشمالية، حيث تقول المستشفيات إن الأطفال بدأوا يموتون بسبب سوء التغذية. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل 62 من قادة الأولوية والضباط في جيش الاحتلال منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت الإذاعة أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد أسفر عن مقتل 4 من قادة اللواء و39 قائد فصيل و13 قائد سرية و6 ضباط برتبة مقدم. هذا وقد ارتفعت حصيلة قتلى جيش الاحتلال المعلنة منذ بداية الحرب إلى 587 جنديا وضابطا، بينهم 247 منذ بداية الهجوم البري بقطاع غزة. أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر الكامل لاستقلال الصومال ووحدة وسلامة أراضيه. جاء ذلك خلال لقائه موساليا مودافاي رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والمغتربين في كينيا في مستهل زيارته إلى كينيا. وأعرب شكري عن تطلعه للتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تناول اللقاء المستجدات على الساحة السودانية والجهود الإقليمية للتوصل لتسوية لازمة تحفظ وحدة وسلامة السودان. واتصالا بتطورات أزمة قطاع غزة، استعرض شكري التحركات المصرية مع كافة الأطراف المعنية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع لفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية. أكد البنك الدولي على الخطوات التي قامت بها مصر على مدار العقود الأخيرة، ذلك لتضييق الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم. وخلال تقرير عن الطفرة غير المسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع القطاعات، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول تحسن تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا والتي تتزايد سنويا بنسبة 3%. ومن المتوقع أن تحقق تلك الشراكات هدف استراتيجية 2030 المتمثل في وصول النساء إلى 30% من مجالس الإدارة بحلول 2026.
نظمت مؤسسة صناع الحياة بالتعاون مع القرية الذكية كرنفال رمضان، والذي من خلاله تم تعبئة 5000 كرتونة مواد غذائية، ومن المقرر أن توزع المواد الغذائية على المستفيدين خلال شهر رمضان. احنا النهارده موجودين مؤسسه صناع الحياه تحت مظله التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بالتعاون مع القريه الذكيه، بنعبي كراتين رمضان. ده ضمن انشطه صناع الحياه في شهر رمضان الكريم. مفروض ان احنا هنوزع الكراتين الغذائيه على 350 الف مستفيد في مختلف محافظات مصر. كمان هيكون عندنا نشاط خاص بالوجبات الساخنه اللي هي وجبات الفطار، هيكون عندنا 170 الف مستفيد خلال الشهر، بيتم دراسه حالتهم طبعا والتاكد من احتياجهم كل المستفيدين يعني. وعندنا كمان حاجة اسمها الكسوة، ودي بتبقى بالنسبة لنا ختام شهر رمضان، الحاجة الفرحة اللي بنعملها مع المستفيدين، وهي لبس العيد. احنا لبس العيد بنعمله بطريقة معينة، ان احنا بنبعت للمستفيد رسالة على موبايله فيها مبلغ معين، بنكون قبلها تعاقدنا مع مجموعة من المحلات المحيطة بالمنطقة بتاعته، والمستفيد بيروح يتوجه للمحل ده يشتري الملابس بتاعته، بيحس ان هو زيه زي باقي الناس، هو قادر ان هو يختار حاجة لأولاده يفرحه بيها في العيد يعني. ده من ضمن أنشطتنا لشهر رمضان. الموضوع بدأ إن احنا بدأ عندنا إقبال شديد جدا من الشركات، من المتطوعين، من الجامعات كمان اللي موجودة هنا. الناس كلها حابة إن هي تشارك وإنها تكون جزء من فكرة صناع الحياة. احنا هدفنا في وجودنا في القرية الذكية إن احنا نعمل تعبئة لأكثر من 5000 كرتونة. النهارده احنا متواجدين بتعاون مع القريه الذكيه لتعبئه شنط رمضان مع مؤسسه صناع الحياه. شركه فيديكس مش اول مره تساهم في اعمال الخير وتعبئه شنط رمضان. احنا بنشارك برضو مع بنك الطعام، والنهارده جايين قلنا يعني هنجدد السنه دي، وبدل ما بنتعاون مع مؤسسه واحده نتعاون مع اكتر من مؤسسه. احنا النهارده بالشراكه مع القريه الذكيه عاملين زي كامبين او ايفنت، تارجتنا فيه اكتر من 5000 كرتونه هيتوزعوا على اكتر من 350 الف مستفيد حول محافظات مصر كلها. فاحنا الحمد لله قدرنا ان احنا نخلص منهم 2000 كرتونه امبارح، والنهارده ان شاء الله متارجتين ان احنا نخلص 3000 كرتونه. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توفير احتياجات الأسر الأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية على مدار العام. ونظم التحالف في محافظة البحيرة فعالية توزيع 20000 صندوق مواد غذائية تلبية لاحتياجات المواطنين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توفير احتياجات الأسر الأكثر استحقاقا بكافة محافظات الجمهورية على مدار العام. احنا بنحضر الحاجات بتاعت شهر رمضان الكريم بإذن الله، ودايما التحالف الوطني بيبقى من ضمن توجيهاته الوصول للشريحة الأولى بالرعاية. احنا طبعا عددنا المستهدف احنا حوالي 20000 كرتونة. طبعا مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية تحت مظلة التحالف الوطني هي مؤسسة بجهود ذاتية لم تقبل تبرعات، لكن الحمد لله ان احنا قدرنا نوفر عدد كبير جدا من السلع والمواد الغذائية للشهر الكريم. وفي محافظة البحيرة نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع عضو التحالف الوطني فاعلية توزيع 20000 صندوق مواد غذائية بالبحيرة. المؤسسة تعمل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. المؤسسة تعمل بجهود ذاتية لا تقبل أي تبرعات من أحد. احنا هنا كشباب متطوعين في مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية بنعمل عمل تطوعي، وده عمل خير وهو ده اللي ربنا قال لنا عليه والرسول عليه الصلاه والسلام وصى عليه. بنشارك ب 20000 كرتونه على الاسر الاولى بالرعايه. احنا شغالين بقاعده بيانات موجوده عندنا. تهدف هذه الفعاليه الى الاهتمام بالفئات الاولى بالرعايه والاسر الاكثر احتياجا ووصولها لكافه مراكز ومدن محافظه البحيره، خاصه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. انتهت نشرتنا ولا يتبقى سوى تذكره. خلال مؤتمر صحفي من ميناء الأسكندرية، رئيس الوزراء يعلن أن الدولة قادرة على تدبير العملة الحرة للإفراج عن البضائع وتوفير السلع، ويؤكد أن المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة. مصر تشارك في تحالف دولي لإسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة.
استئناف محادثات الهدنة بشأن غزة الأسبوع المقبل، وحماس تتهم إسرائيل بالإصرار على رفض وقف العدوان وعودة النازحين. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمانه. في أمان الله.